يمكن يا كابتن يعني تتفقوني البطوله اللي قبل اللي فاتت يمكن كانت اصعب مني كمان، وكان يمكن عشان كورونا طبعا، خبطت كورونا والدنيا قفلت. رايك يا كابتن؟ اكيد اللي قبل اللي فاتت كانت اصعب لاكثر من سبب. اولا ان احنا كنا رايحين لوحدينا، ما كانش معانا محترف. نعم. المره دي احنا معانا عمر عصر، وعمر عصر لعيب وزنه وتقيل وتقل الفرقه، فبرضه دخلتك الصاله طبعا انت نادي اهلي ليك دخله مخصوص. لما تحط كمان اللعيبه واحد بتقل عمر بيتقل الفرقه وبيتقلنا احنا كلنا طبعا. تمام. فده بالنسبه لنا ثقه. المره اللي فاتت احنا كنا رايحين ويعني رايحين كنا برضو تقريبا سته وحصل حاجه كده فبقينا اربعه. اه انا فاكر صحيح. فالحمد لله يعني الموضوع اتصعب علينا يعني. تمام. بس الحمد لله يعني اللي احنا اتعلمناه ومتربيين عليه ان وقت الشده ده وقت النادي الاهلي، مش الوقت اللي الدنيا سهله فيه وبتاع. اللعيب الكويس واللعيب اللي معدنه زي الذهب بيبان في الوقت الصعب. احنا الحمد لله رب العالمين البطوله كلها كل واحد فينا عمل حاجه. كلي بصمه صحيح. يمكن الماتش مثلا السيمي فاينل البيلي كان الفرقه اللي بيلعبها كان معاهم ارونا، وكان لو ارونا هيكسب الماتشين لان كان الموضوع كان صعب علينا. البيلي كان في السيمي فاينال خسران 2-0، الحمد لله عمل ريمونتادا جامده ووصلنا فاينال. كل الناس تمام. شومان الحمد لله في الماتش الخامس ربنا كرمه، والماتش ده كان تنشن مش طبيعي. انت كنت صحيح. خسران والماتش رجع في حاجه مش طبيعيه. فبفضل الله يعني كل واحد في الفرقه واللي كان موجودين عمل انجاز يحسب له. ان في الاخر يعني ساعات كده عارف مثلا زي كل في الكوره مثلا كل واحد بيبقى جايب جون، زي جون مثلا ابو تريكه اللي هو في الدقيقه 96 95 ولا حاجه كده. اهو احنا عندنا كده كل واحد لينا عامل ماتش بلس 90. تمام. عامل ماتش بلس 90 فعلا.